تدعموهم تقول لهم احنا معاكم اعملوا، قاعدين تتمخطروا زي الصيعات يا بلاد الكلب اللي ما عندكم شرف. لو عندكم شرف ما بتعملوا شيء، واللي شاطر بقول ما ترفعش علم فلسطين، وهذيك هذه الامارات محرجة شعبها ما يرفعش علم فلسطين. مع السلامه، بدناش ليكوا تعون الخليج. ما انت تعون الخليج مطبعين من زمان، ما انت معروفين من زمان كلاب اساسا. انتوا كنتوا عرب رحل ولا كنتوا تفهموا. الشعب الفلسطيني علمكم القرايه، فلسطين علمتكم، معلمين راحوا على فلسطين على الخليج علموكم. لا كنتوا تعرفوا تقروا، لا كنتوا تعرفوا تقروا، ولا كنتوا تعرفوا الله وش وين تلبسوا. تعلمتوا من الفلسطينيه، علموكم على كل شيء. يا نور يا غجر اللي ما كنتوا تفهموا لما تعرفوا تحكوا بالاول يا غجر. أثارت زوجة الإعلامي واليوتيوبر الشهير محمد عدنان غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها ستوري عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على منصة انستجرام، حيث قامت غيداء بسام بنشر صورة لولي العهد السعودي وعلقت عليها قائلة: هذا أخطر على العرب والمسلمين من إسرائيل. بعد انتشار هذه التصريحات تفاعل الكثيرون بغضب تجاه زوجة محمد عدنان. تتصدر هاشتاج حملة تبليك محمد عدنان على منصة إكس. وكذلك كما شاهدنا في بداية الفيديو أم زوجة محمد عدنان تسيء للسعودية ودول الخليج العربي. وبعدها ظهر محمد عدنان في مقطع فيديو واعتذر عن تصريحات زوجته وأكد أنها أخطأ وأنه لا يمكن التحكم في تصريحاتها وأنه مسؤول فقط عن آرائه وتصريحاته. غيداء بسامية زوجة اليوتيوبر محمد عدنان ولدت ونشأت في فلسطين وتحمل الجنسية الأردنية وتعيش حاليا بين قطر وتركيا. غيداء أم لطفلين هم تيم وإليا. غيداء تتمتع بشعبية كبيرة بين المتابعين، حيث تمتلك غيداء بسام زوجة محمد عدنان حساب خاص على منصة انستجرام، ولم تقوم بنشر الكثير من المحتوى العام عن حياتها الشخصية، ولكنها قد تشارك بعض اللحظات من حياتها اليومية وصورا مع زوجها. ولكن بعد حملة الهجوم الشديدة التي تعرضت لها قامت بحذف حسابها الرسمي على الانستجرام